متابعينا الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير اليوم نحدثكم عن ظاهره موجوده لدى الاغنام وهي ظاهره اكل الصوف ونحدثكم عن سبب هذه الظاهره وطريقه التخلص من هذه الظاهره اي العلاج وكذلك اخراج كرات الصوف الموجوده داخل كرش الاغنام. طبعا متابعينا الاحبه هذا السؤال يتكرر كثيرا وهاي الظاهره ظاهره سيئه والكثير من المربين او المشرفين على مشروع تسمين الخرفان ينزعجون منها كثيرا. قبل البدء بالموضوع نتمنى عليكم الاشتراك بالقناه اذا كنتم لحد الان ما مشتركين وكذلك دعم المقطع بلايك من اجل ان يصل الى الكثير من المربين تابعونا. اما اسباب هذه الظاهره فهي عدم توازن القيمه الغذائيه في الاعلاف مثلا نقص في بعض الاملاح او الفيتامينات في العلف. ايضا من الاسباب هو نقص كميه العلف المقدم للحيوانات. وقد تكون هذه العادة مكتسبة في القطيع وتنتشر من حيوان إلى حيوان يعني أي حيوان يلاحظ واحد حيوان آخر يقوم بهذه العملية الحيوان الثاني القلدة وكما هو معروف أن التنوع والتوازن في العلف مطلوب ودائما دائما هو أحد الحلول مع إضافة بعض الأملاح والفيتامينات في الماء والخلاصه ان السبب هو نقص في احد العناصر الاساسيه في جسم الحيوان وهذه فطره الحيوان تجعله ياكل اي شيء حتى يعوض اي نقص يحصل في جسمه ان عمليه علاج هذه الظاهره والتخلص منها نهائيا تحتاج الى ثلاثه اسابيع او الى شهر تقريبا بعد تقديم الاملاح والعناصر الناقصه وايضا تعديل الخلطه المقدمه للحيوان وكذلك اخراج الحيوان الى المراعي الطبيعيه حتى يعوض النقص في الاملاح وفي حاله انتشار هذه الظاهره بشكل كبير يفضل يفضل فصل او عزل الحيوانات المصابه بهذه الظاهره لتجنب انتشارها بين القطيع وحتى ما تصبح ظاهره يطول التخلص منها من قبل المربي او صاحب مشروع التسمين. اما بالنسبه الى كيفيه التخلص من الصوف الذي تم اكله من قبل الحيوان وتخزينه في بطنه فيتم عن طريق تقديم الاعلاف الخضراء لمده معينه في حدود اسبوع او اكثر. ولا ننسى عمليه التدرج في تقديم العلف الاخضر يعني نقدم قليلا فقليلا وحتى نكثر منه لتجنب حصول التسمم المعوي اذا اعطينا للحيوان الاعلاف الخضراء بشكل مفاجئ وخاصيه تقديم الاعلاف الخضراء تساعد في رفع الرطوبه والماء في الكرش لتسهل عمليه التخلص من كرات الصوف المتجمعه وفي حالة الحيوانات التي اكلت كمية كبيرة من الصوف فان هذه تسبب, تسبب لهذا الحيوان ضعف في النمو وعدم الاستفادة الكبيرة من العلف المقدم للحيوان. ايضا من اسباب هذه العادة او الظاهرة هو الزحام او الايواء في اماكن ضيقة يسبب ظهور هذه الظاهرة بين الحيوانات وذلك عن طريق قرب الحيوانات من بعضها واكل الصوف لان فيه في الصوف نسبه املاح معينه ناتجه عن عمليه التق التعرق للحيوان. كذلك يقال ان الاصابه بالديدان يسبب في حدوث هذه الظاهره ايضا. والتخلص وعلاج هذه الظاهره هي زياده البروتين. عن طريق تقديم اعلاف فيها نسبة بروتين جيدة، كذلك اعطاء الفيتامينات والاملاح، تقديم كميات كافية من العلف، تجنب زحام الحيوانات، عزل الحيوانات لفترة مؤقتة، أي الحيوانات التي ظهرت عليها هذه الظاهرة، نوفر الاملاح الحجرية او مكعبات الاملاح في الحظيرة وعلى فترات طويله او على طول العام في الحظيره يعني الاملاح تكون كرات الاملاح تكون موجوده على طول العام حتى ما يصير او يحصل نقص في الاملاح. كذلك نعطي للحيوانات اعطاء طاردات الديدان. وكتب احدهم عن تجربته لعلاج هذه الحاله يقول استخدم زيت الخردل، زيت الخردل متوفر وموجود. وتجرع الكبيرة من الغنم فنجان شاي صغير واما الصغيرة فتعطى فنجان شاي من زيت الخردل اما بالنسبة للحالات المستعصية والتي لا تطيب من الجرعة الاولى تكرر عليها مرة او ثلاث او اكثر وزيت الخردل مفيد وليس فيه ضرر ويتابع اخونا يقول إذا ما طابت من المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة نخلط قليل من الثوم وفنجان من الشاي فنجان شاي من زيت الخردل ونعطيه إلى الحيوان الذي لم يتخلص من هذه الظاهرة ونلاحظ بأن الحيوانات القوية هي التي تأكل صوف الحيوانات الضعيفة الى هنا نكتفي من هذا الموضوع تحياتي للجميع ونسال الله التوفيق للجميع وان يبارك في ارزاقكم نودعكم برعايه الله وحفظه